عسلم عسلم سبا سبا عايشك شنو احوالك؟ والله الحمد لله. شنو احوال الشباب؟ الشباب ولا هيك تشوف شباب احواله تعبه الوقت هذا في الزمن هذا تعبه الاحوال. باش تعب ولا هيك تشوف انت من المعيشه من الفقر من البطاله من برشا حاجات فهمت. كي يكثر الفقر والبطاله شنو يصير؟ اللي يصير هو كونه يلتجئ فهمتني للمخدرات، واللي هو موضوع مخطر ياسر كونه معناتها فهمتني شبابنا فهمتني ولا يتعاطى برشا مخدرات فهمت. وراو المخدرات ما عنده حتى مبرر فهمتني. كونه الواحد معناتها باش يتعاطيها معناتها فهمتني مخدر سي مخدر بكل انواعه فهمتني. خاطر معناتها فهمتني انت تعرف مش واحد يضر الصحه جيبك وزيد تشبع برشا حبس فهمت. ومع ومجتمع ما يرحمك حتى حد فهمت. وزيد يلزم الدولة زاد فهمتني تراجع القوانين نتاعها فهمتني في الحد هذه من الظاهرة هذه نتاع المخدرات. وانا نطالب منهم باقصى عقوبة خاطر ما ثماش حتى مبرر فهمتني. خاطر مخدرات ينجم يقتل امه وابوه اخوه فهمتني اللي عزيز عليه معناته ديجا تشوف انت موجوده في سايره في المجتمع وفي القنوات معناتها يعديو معناتها فهمتني. اللي كونها معناتها فهمتني بالرسمي راه واحد يستعمل في المخدرات راه ما عادش يبدا عنده حتى طرف رحمه في قلبه فهمتني. يتحول معناه اي كي يتحول اي فهمتني ظهره خايبه ياسر فهمت. انا كشاب ننصح الشباب معناتها فهمتني معناتها يخمم بينه وبين روحه ويقول معناتها سيء فهمتني المخدرات هذه بطلتها وما عادش نستعملها فهمتني. ويشوف حل اخر معناتها فهمتني يتلهى بيمشي يعمل رياضه يمشي يعمل فهمتني ويسيب عليه معناتها في المظاهر هذه معناتها ظاهره راهي خايبه ياسر وراهي بالرسمي ولت معناتها فهمتني مكثره في بلادنا في تونس معناتها. اليوم شنو الحل للاقلاع عن الادمان؟ اذا كان واحد اليوم مدمن باي حاجه في الدنيا هذه، مدمن بالتدخين، مدمن بالشرب، مدمن بالمخدرات ككل، مدمن بالقمار زادة، نعرفوا القمار زادة ادمان، كيفاش ينجم يقلع عن العادات السيئه هذه؟ شوف والله هي عزيمه ساعة فهمتني، عزيمه الواحد يبدا من روحه فهمتني. والاقلاع هذا معناتها والادمان راه ثم برشا معناتها فهمني واحد ثم طبيب نفساني ثم برشا معناتها لي سونتر يخدموا عليه الموضوع هذا معناتها هو جيست يقرر ويصارح نفسه وعائلته ويقرر معناتها فهمني اللي كونه باش يمشي يتعالج معناتها وينحي المخدرات فهمت. مش معناتها فهمتني لا وكل مره يمهتل معناتها فهمتني ماهوش حل هذا يبقى ديما متواصل فيه وديما الشيء يمشي معناتها في عروقه فهمتني. فهمتني يلزم هو في حد ذاته يكون مقتنع ويكون زاد فهمتني المحيط اللي داير به زاد فهمتني يعرف فهمتني ربي عاطيك مخ باش تفارس به معناتها فهمتني باش تخمم به وباش تبعد زاد على برشا معناتها فهمتني مخالطه سامحني تلزق باش تستعمل المخدر هذاك فهمتني. زاد حتى راهو المخالطه توا في الوقت هذا راهي عندها دواء. انت كي تخالط عباد فهمتني تتعاطى كان في المخدرات ما عندهم كان حكايه كان بلغتنا احنا العامه وقتاش نعملوا قاعده وقتاش نعملوا فهمتني جونتا وقتاش نعملوا لمه وقتاش بطبيعه الحال انت كيفاش باش تنجم انت تقرا معناتها تبطل يعني تبطلها هي تبطلها انت وتولي ما عادش تخمم فيها فهمتني. زاد راهو الانسان زاد ينجم يبدا راهو من روحه راهو قبل الطبيب وقبل امه وابوه والاحباب معناتها اللي دايرين به معناتها كل شيء في النصيحه راهو هو بيدو زاد ينجم فهمتني يقرر وحده وينجم يبعد فهمتني من مخالطه. والمخالطه راهي بالرسمي راهي تجيب برشا خايبه صحيح خلط خايبه وتجيب برشا مشاكل فهمتني. وهكا تشوف تولي معناتها ادمان ولي ما عادش تحكم حتى في نفسه نجم ثم برشا عباد ما عادش تنجم حتى يخدم معناتها فهمتني. دونك كيفاش يتلزمش يسرق حتى القريب ليه فهمتني اعطيه هو شنو اعطيه شيخ في راسه هكا هو ما يهمتوش فهمت. ذهب امه وكذا قريب وصاحبه يعني يسرق امه يوصل اي بالطبيعه ويوصل حتى توصل بهم الظاهره وديجا عدوهم هما في برشا فهمتني مواقع معناتها فهمتني يقتل على جيل المخدر هذاك يقتل امه ولا ابوه ولا اخوه معناتها فهمتني يقتلهم باش ياخذ فلوس ولا ما فهمت
يتعاطى. اي كونهم معتاو شو معناتها باش يتعاطى، ولا كونهم معناتها فهمتني حبوه معناتها فهمتني يصلح من روحه، ولا هددوه مثلا بالحاكم، ولا فهمتني نجم فهمت. يعني وضعية صعيبة برشا حكينا فيه. اي صعيبة. ويعني وفيها براتيكمون فيها كبيرة من الشباب نتاعنا. نحبوا نوصلوا تصويره مزيانه على تونس، لكن ما نجموش ننساو البارتي الخايبه اللي في تونس. حتى كان نحبوا نوصلوا تصويره مزيانه لازم نصلحوا الجانب المظلم نتاع تونس. وتحب ولا تكره هذا اليوم موجود في تونس. اي واحد باش يقول لك راهو هذا مش موجود، راهو لازم يهبط يعمل طله في الاحوام في اللي قاعد يصير غادي. واضح باه كمل احكي لي. دونك الحل اليوم شنو؟ الحل كونها كونهم معناتها اللي تعاتوا في المخدر هذا يبطلوا هكا. فهمت الحل هنا نجم نقول لك انا قبل ما يبطل اللي يتعاطى في المخدر هات نوقفوا اللي يروج في المخدر. صحيح اللي يروج في المخدر هكا تشوف انت ثم فرق ما بين في عهد بن علي وما بين توا بعد الثوره. علاش؟ خاطر شو اسمه اللي يروجوا في المخدرات وراها معناتها برشا اللي كادر معناتها فهمتني في الدوله، فهمتني هي اللي مسيطره على خاطر كيفاش ينجم يعديها هو، ولا كيفاش ينجم ما نتصورش كان شخص عادي. مسيسه شويه. اي حكايه مسيسه شويه فهمتني، وكانت راهي من برشا اعضاء من برلمان قبل، وديجا حكاوا عليها، وديجا حتى رئيس الدوله يعرف هذا وحكى عليه الفساد هذا بكل انواعه. فهمتني سواء من المخدرات سواء من التهريب سواء من برشا حاجات، وهذيك علاش هذيك علاش معناتها فهمتني يلزمنا نحدوا منه احنا هذا، ويلزم المجتمع زاد يساهم في هذا. علاش يساهم؟ كونه يبلغ على كل عمليه فساد، على كل مثلا احتكار للمواد، على كل مثلا هكا عمليه هكا نتاع ترويج ولا كذا، فهمتني يلزم زاد يساهم زاد باش يعاون وباش ينقذ فهمتني فئه كبيره من الشباب راهي تتعاطى في المخدرات. راهي بالرسمي موضوع فهمتني توا في تونس حرج على الاخر، وراهو موضوع معناتها فهمتني قاعد معناتها فهمتني متواصل، كان معناتها ما نفيقوش وما نوقفوش ولا عند حد ومعناتها كل شيء راهو بالرسمي هاك تشوف انت الصوره معناتها فهمتني في تونس. حاجه توجع بالرسمي، حاجه توجع فهمتني، حاجه توجع برشا فهمتني. نحكيو على حاجات راهو لازمك بالرسمي تشوف انسان مدمن وقت اللي فوت يعمل روتار بساعتين ولا بنهار على الماده المخدره اللي يتعاطى فيه. نحكيو على تو نتاع تخدير بدنه ياخذ فيه معناها كبير باش مش نحكي معناها نحكي باللغه، مش نحكي على جونتا ولا زوز، نحكي على كيف يسموه افراط في التعاطي، افراط في الزريرق في درجه نوع. على كل ميرسي بوكو، وان شاء الله ربي يشفيهم وان شاء الله ربي يهديهم بيان سور، ان شاء الله يقلع اي واحد عنده ماده مخدره يتعاطى فيها ولا حاجه فاسده يعمل فيها، ان شاء الله يبطل ويقلع عليها. ربي نحب نشكركم على الموضوع هذا، موضوع برشا حساس وزيد معناتها فهمتني لازم معناتها يتفاعلوا معاه، ويعطيكم الصحه وان شاء الله كل عام وانتم حي بخير. عايشك يخليك ميرسي.